طيب كام يوم؟ 3 أيام.
توجه المسلمون إلى ساحات عن طلوع الشمس في اليوم الأول لأداء صلاة العيد في قصور الإسلامية بعد طلوع الشمس. تعالوا نتعرف على سنن وآداب الاحتفال بعيد الفطر. إحنا كنا تعرفنا على سنن وآداب الاحتفال بعيد الأضحى. تعالوا نرجع للفطر. التكبير يعني إيه يا ولاد؟ قلناها قبل كده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هي دي يا ولاد اسمها كلمة التكبير. تاني كنا معانا الاحتفال وهي دي ممكن موجودة بعيد أكتر من الاحتفال بصلاة العيد. يعني ايه يا ولاد؟ احنا بنستعمل ناخد شاور كده ونبقى حلوين. وده أحسن الثياب أحسن حاجة عندنا. تناول شيء من الطعام قبل القيام بصلاة العيد. تاكل أي حاجة صغيرة. تحت بسكوت أي حاجة صغيرة قبل ما تيجي تصلي العيد. بسنة على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال التهنئة بالعيد يعني ايه التهنئة؟ إن أنا أقول لكم التهنئة منكم وسنة طيبة. عيد سعيد يعني أي حاجة مهمة أنا أهنيها بعيد الفطر. الخمسة على الثلاثة الرحم قرب الموجودة يا ولاد عادي وزيارة الأحوال. الثلاثة الرحم يعني نقل الرحمة نزول قرايبنا نزول خال العم الجد الجدة كل دول يا ولاد وزيارة الأحوال. طيب تاني هنتعرف على ايه؟ سنن وآداب الاحتفال بعيد الفطر. أول حاجة عندنا كبيرة إن احنا نكبر. الاحتفال يعني إن احنا ناخد شاور يا ولاد والاعتداء أحسن أشياء مش أحسن حاجة عندنا لأن الصلاة يا ولاد مش شغل إنسان سواء هل ينفع نقف قدام ربنا ونقابل ربنا احنا نفسنا وحش؟ طب او احنا نفسنا وحش؟ طبعا لا، لازم نكون حد حلو نفسي حلو وكمان نفسي ان شاء الله. تناول شيء من الطعام تاكل اي حاجه صغيره قبل ما تنزل تصلي العيد. التهنئه بالعيد منا تعين على اصحابك تعين على قرايبك تقول لهم عيد سعيد في سنه الطيبين. الحرص على صله الرحم لان صله الرحم ده مهم قوي يا ولاد. وزيارة الأقوال من عند النزول عليها في العيد. طب يا السؤال يا ولاد مين يقول لي تيجي عيد الفطر بعد شهور الهلال شهر شوال مع ان النزول قال ايه؟ صوموا لواياتكم واغفروا لواياتكم. بيتكلم على ايه؟ لو كنت بتتكلم عن الليل اول ما تشوفوا الصوم واول لما بنيجي نشوف تاني بنفطر يعني بنخلص صيام. طيب مدته قد ايه يا ولاد؟ 7 ايام عيد الفطر 3 ايام. توجه المسلمون إلى ساحات المسلمين ولاد الفطر إمتى؟ بعد طلوع الشمس اليوم الأول لأداء صلاة العيد. وفي يا ولاد الفطر الثانية اللي هتنزل عيد الفطر وسؤال.